احمد فين؟ البقيه في حياتك يا حاج. بقول لك احمد فين؟ وانا بقول لك البقيه في حياتك. حياتك البقيه. عمي زين وبخير جوا يا ابوي. تفضل. ربنا كتب له عمر جديد. لولا اني كنت عاصلي الفجر في الجزيره وشفت حاجه هتتهز كان راح. الحمد لله ربنا رحمته واسعه. وانت مبروك يا ولدي. طلعت من بطنه ميه تروي غيط. فاق دقيقه وبعدها راح في النوم من تاني. يسيبه يقوم على ماله. تعال تعال استريح يا ابوي، شكلك تعبان قوي. اعمل لك فطار يا حاج؟ لا شكرا، ما تعبيش نفسك. اتعب لا اعز منك يا حاج. طلع امك ومرتك فوق يا كامل. حاضر يا ابوي. اطلعي فوق يا اما انت ومنيره عشان ابوي يرتاح. يطلع هو فوق يرتاح وينام على السرير. استغفر الله العظيم. اطلعي فوق يا اما اعملي معروف. تعالي. مالك يا ابوي؟ وجاي من فين؟ جسمك كله هيتنفض وعينيك قلقانه. من اللي شايفينه في الدنيا. امر الله يا ابوي. عمتي وعمي في يوم واحد. والفاعل واحد. مين يا ابوي فهمني؟ بعدين يا كامل يا ولدي بعدين. براحتك يا ابوي. اسيبك تنام. انام كيف يا ولدي؟ منها لله. هي مين؟ بدرة. بدرة؟ مرت عم احمد؟ عملت ايه؟ عملت اللي انت شفته. هي اللي رمت عمي؟ وقتلت عمتك. عمتي توحيد؟ ليه؟ وفي حد في الدنيا دي يكرهها؟ اللي ما عندوش قلب يا ولد يعمل اكتر من كده. انت جاي من فين؟ مش مهم. ايه الالغاز دي بس كلها يا ابوي؟ يا ولدي كانت قصد عمك لما عرفت حكاية ولده. جد في عمتك. يا ساتر يا رب. بس ربنا قدرنا عليها. ابوي اوعى تكون. ما تخافش انا ما قتلتش. طاري خدته وخدت طار عمتك واخوك. اخوي؟ مال بدره ومال اخوي؟ ما هي برضه بدره. بعد 3 سنين عذاب وشك في اخواتك. مين اللي قال الكلام ده؟ كذب كذب يا ابوي. كدبك ايه؟ هي اللي قالت لي بعد 2 سنة. كدب يا ابوي هقول لك. وانتش عارفك. تعرف ايه يا كامل مش جاي لي عليه؟ انا معرفش. معرفش يا ابوي. طيب يا كامل. سيبني لوحدي دلوقتي. الهم من طلعة الشمس واقف ينفض هدومه، الهم من طلعة الشمس واقف ينفض هدومه، بينام وهو ما بينامش، مستني لما نجومه، مستني لما نجومه. يا قلبي يا قلبي Thank you.
عمي فاق، تعال شوف. الحمد لله على السلامة يا أحمد. الله يسلمك. أنا طلعت كيه كامل اللي طلع. الحمد لله على السلامة يا عمي. الله يسلمك يا ولدي، كتر خيرك. رايح فين؟ لازم أروح. تروح فين؟ خد نفسك. لازم أروح يا محمد دلوقتي. اللي أنت رايح لها مش هتلاقيها. هلاقي، سيبونا أقوم. بطرة مش في البيت. راحت فين؟ عاوزها. سيبني يا محمد، أنت مش عارف حاجة؟ أنا عارف كل حاجة. عارف إيه؟ عارف هي عملت فيك إيه؟ وفي أختك. يبقى تسيبني. مش هتلاقيها خلاص. ليه؟ راحت فين؟ أحمد، قول بدرة مرتي طالق بالثلاثة اليوم الدين. أشوفها الأول وبعدين أطلقها. تطلقها دلوق، لأنك مش هتشوفها تاني. كامل، سيبنا لو عمك لوحدينا. تعال اوكي. هو في ايه؟ مفيش. في ايه يا كامل؟ مفيش حاجة. مفيش حاجة كيه؟ الأول عمتك لتخوها، وبعدين عمك تجيبه شايله، وبعدين أبوك يجيله. إيه اللي حصل؟ أنا زيكم. باسم صحي. دخلوا لأبوه. مش بتقولوا إن أحمد أبوه؟ ولا ده كمان ضحكة على الدجوم؟ لما يخلصوا ابقوا ادخلوا. روح لمنيرة اعمل افطار لباسم والعيال. حاضر. هو بابا هنا؟ ايوه يا حبيبي، هو جوا مع عمك. يخلص وتدخله. وسيبتها هناك؟ لو كان ربنا هيحبها هيكونوا الدياب اكلوها. منها لله، كان نفسي اموتها بايدي. لو كان علي كنت موتها الف مره. ايدي ما طوعتنيش اموت مره. الشر اللي جواها يحرق بلد. يا لسه هتحرق بلد؟ شوف موتت كام اختك وانت اللي ستر ربنا. والد اخوك مرعي؟ لا، ولدك لا. لكي قالت لي بعضمة لسانها. هات كيدك. يعني ايه؟ مش كدفتك ورمتك زيه بالظبط؟ كدابه يا والد ابوي. قالت لي برضه كده بس كدابه، عاوزه تحرق قلبك. انت الخبطه اثرت على راسك ولا ايه؟ سمعتها بوداني يا محمد. سمعت ايه؟ اخر مره يا احمد هتسمع فيها حسي، وبعدها هتروح تسلم على امك ابوك وتوحيد، وزي ما حرمتني من كل حاجة 10 سنين هحرم تشوف ولدك. والد المصرية فين يا أحمد؟ انضب.